استقبل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اليوم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في مقر إقامة سمو حفظه الله على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المقامة في مدينة الرياض. هذا وقد حمله سمو حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتحياته إلى أخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وقد حضر اللقاء معالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد دياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى وسعادة سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح. ومن جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الدكتور أنور بن محمد قرقاش معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة وسعادة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة.